أهلا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم، وفيها كبتاجون الأسد والمعتقلون في سجونه وآخر التطورات في فرنسا. في محورنا الأول، كبار مجلس النواب الأمريكي يبعثون برسائل للمطبعين مع الأسد من خلال العقوبات التي فرضت أمس على أذرع النظام المصنعة والمهربة للكبتاجون. يرحبون بعودة قيصر الذي دخل بغيبوبة في عهد بايدن، والذي جعل دولاً تسير نحو الأسد، لتأتي في الساعات الماضية حزمة عقوبات أمريكية بريطانية تستهدف الأسد ومخدراته وتحذر من تخدر وطبع. أما في محورنا الثاني، نتابع تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ودعوته للجمعية العامة لإنشاء هيئة جديدة لكشف مصير المفقودين في سوريا. سنبحث مدى إمكانية وجدوى هكذا هيئة في ظل نظام قائم على إرهاب السوريين بكل شيء. كذلك نتابع تصريحات مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن بلادها تدعم توصية الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإنشاء كيان جديد قائم بذاته لتوضيح مصير وأماكن المفقودين والمعتقلين في سوريا. أما في محورنا الثالث، صدامات بين الشرطة الفرنسية ومئات المحتجين، وازدياد لرقعة المظاهرات في ظل تصاعد التوتر في البلاد مع وصول الحوار بين حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون والنقابات إلى طريق مسدود بشأن قانون رفع سن التقاعد. أهلا بكم في سوريا اليوم. قال مايكل ماكول رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعملان معا لمكافحة الدور الخطير لنظام الأسد وحزب الله في تجارة المخدرات. وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أن الكبتاجون عقار خطير ومسبب للإدمان، وعلى الإدارة أن تستمر بالضغط لمكافحة هذا التهديد المتنامي، وذلك لإفهام الدول التي تطبع مع الأسد بأنها تعمل مع زعيم عصابة مخدرات. هذا ورحب السيناتور جيم ريتش بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على نظام الأسد لدوره في تجارة الكبتاجون. وطالب ريتش الذي يعتبر عميد الجمهوريين في مجلس النواب، طالب شركاء واشنطن في الشرق الأوسط بإعادة النظر في التواصل مع دولة المخدرات في إشارة إلى نظام الأسد. ومن جانبه قال عضو مجلس النواب فرانش هيل إنه مسرور للعقوبات التي فرضتها لندن وبريطانيا على نظام الأسد، مشيرة إلى أنه سيستمر في ملاحقة الكبتاجون لقطع مصدر رئيسي لتمويل الأسد والعمل على وقف انتشاره.
ينضم إلينا هنا في الاستوديو ياسر الفرحان باحث في القانون الدولي. أهلا بك سيد ياسر. كذلك ينضم إلينا عصام الخوري كاتب وباحث في المركز التشيكي سلوفاكي للدراسات المشرقية من نيويورك. مرحبا بك سيد عصام، وأبدأ معك حقيقة يعني بعد هذه العقوبات الجديدة ماذا بعد؟ هل فعلا هذه العقوبات أو هذه الأسماء الجديدة التي تدرج ضمن العقوبات سوف توقف صناعة المخدرات وتوقف هذا الدخل الذي يجنيه النظام من صناعة وتجارة المخدرات؟ عبر التاريخ اللص يبقى لص، سواء سجن أو لا يسجن أو أعيد تأهيله يظل ضمن هذا القاموس، فما بالك بالمجرمين، المجرمين الذين لا يتهاونون بحق الأطفال، بحق النساء، بحق المنازل. دمروا 75% من مساحة سوريا وهجروا أكثر من 6 إلى 7 مليون سوري، ومع ذلك يتفاخرون ويجلسون في الجلسات ويحتسون الكحول ويهللون ويتفاخر مثلا شخص مثل وسيم الأسد بيده الكثير من الصلاحيات فقط لأنه من أولاد عموم الرئيس، أنه يجلب نوح زعيتر المجرم وتاجر التهريب المعروف المطلوب من المخابرات اللبنانية، يجلس هو وياه ويحتسين الكحول ويذهبون إلى الملاهي ويرقصون ويعرضون كل تلك الأمور على الملأ، هم لا يكترثون بأي شيء. لكن من الواجب الأخلاق والواجب القانوني أن يتكاتف جميع الحقوقيين، جميع الصحفيين، جميع الإعلاميين، سواء من طرفكم أو من طرفنا نحن، بأن نتعاون وندرج دراسات وتقارير توصف بأن هؤلاء المجرمين مجرمين. بالتأكيد لن يتغير عليهم الشيء الكبير، لأنهم يستطيعون تبديل الواجهات، دائما هم بارعين بموضوع تبديل اللص بلص آخر. ولكن هذه الحلقة مهما طالت نحن أيضا في المرصاد، علينا دائما أن نرصد، أن نرى من هم المجرمين، وعلينا أن نوثق تلك الجرائم. هذا دورنا بالنسبة للناحية التوثيقية. بالنسبة للناحية القانونية، بالنسبة للولايات المتحدة، هم فعليا ليسوا جديين في شأن الملف السوري. لو كانوا جديين لكانوا أطاحوا برأس السلطة بشار الأسد منذ زمن طويل، لكنهم غير معنيين بهذا الملف بشكل كبير، وأعطوا دور واسع للروس في هذا الملف، والآن يدركون خطأهم الحالي بأن الروس أعطوا حاضنة واسعة لهذا المجرم من أجل أن يروج ويصنع ويؤهل مصانع داخلية في داخل سوريا ويتاجر في تلك الحبوب. والمعضلة ليست بالشأن الأمن القومي الأمريكي فقط. إذا نظرتم إلى التقرير الذي أعدته وزارة الخزانة الأمريكية، يدرج العقوبات بحق الشخصيات التي ذكرتموها في المقدمة ضمن بنود بند مكافحة الإرهاب، وتحديدا بالملف 13224 الصادر في 2001 أيلول 2001، وأيضا الأمر التنفيذي 13572 الصادر ب 2011 بشأن ملف حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ملف سيزر قيصر. إذا الأمر يعني ربما نحتاج لفهم سيد عصام كيف ستنفذ أو تطبق عقوبات قيصر على من هم يعني يتعاملون بتجارة وإنتاج المخدرات، يعني ما هو الربط وكيف سيتم تطبيق هذا القانون، خاصة أنه قبل فترة كان هناك قانون خاص بالمخدرات أقره الكونغرس، لماذا أدرج تحت عقوبات قيصر؟ ربما يحتاج المشاهد لشرح هذه التفصيلة سريعا قبل أن أنتقل للسيد ياسر. عفواً، مدرجين في ثلاثة بنود أخبرتك، ليس فقط قانون قيصر، ملف حظر الممتلكات والمعاملات الأشخاص الذين يرتكبون الإرهاب. يعني إذا نظرنا إلى شخص مثلاً عماد أبو زريق، عماد أبو زريق كان هو قائد في الجيش الحر ولكنه كان يعمل سراً للمخابرات العسكرية، اندمج مع الجيش الحر وأسس ميليشيا خاصة لديه، وسهل عملية تهريب الكابتاغون عبر معبر نصيب والمناطق المجاورة لمعبر نصيب. هذا مدرج حصراً في هذا الملف، لا يستطيعون أن يدرجونه فقط على ملف الكابتاغون لأنه متهم بجرائم حرب سابقة. الملف حقوق الإنسان، نرى بعض المؤسسات الشريكة
التي تتاجر وتسوق تلك هذه المنتجات على أنها منتجات صحية. مثلا سوقوها على سبيل المثال في السابق بعلب حليب، حليب أطفال، فهذا انتهاك حق الطفل، لذلك يدرجون ضمن هذه الملفات. إذا ذهبنا إلى ملف قيصر الأمر واضح جدا جدا. الملفات هؤلاء مجرمين حرب ليس فقط لهذه النقاط، لكونهم عززوا عملية ترويج الكبتاغون والحصول منه على كمية من الأموال من أجل تهيئة ميليشيات أهمت هذه الميليشيات. طيب، قتل الشعب السوري. طيب اسمح لي أن أنتقل لضيفي في الاستوديو سيد ياسر، أجدد الترحيب بك. يعني في هذه القائمة الجديدة تظهر أسماء مثل خالد قدور، سامر الأسد، وسيم الأسد، هم إما من العائلة الحاكمة أو من المقربين من العائلة الحاكمة يعني، وهذا أكبر دليل على أن العقوبات اليوم لا تستطيع ردعهم. هم مستمرون في السهر، في الخروج، في 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 يعني أن يعيشون حياتهم، وأصورهم على مواقع التواصل الاجتماعي تثبت ذلك. مساء الخير، تحياتي لك ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. دعيني أتوقف بداية على الركن الأول الخاص بمسألة تجريم الأشخاص المعاقبين. هناك يعني ركنين يجب أن نلحظ الأساس فيهما قبل أن ننتقل إلى الثاني. التوصيف الجرمي لهؤلاء الأشخاص هو ما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية أو غير اقتصادية بحقهم، وبالتالي هذا القرار الصادر يستند إلى قانون، القانون في حيثياته يحدد غاياته بشكل واضح، يحدد أسبابه الموجبة بأنه قد صدر من دولة خارج الحدود الوطنية، يفرض عقوبات خارج الحدود الوطنية لتلك الدولة على أشخاص أو كيانات أو مجموعات من دول أخرى أو دول بحد ذاتها بسبب انتهاكها حقوق الإنسان، والغاية هي إعادتها للالتزام بحقوق الإنسان وبالحفاظ على الأمن والسلم الدولي وعلى احترام القانون الدولي. يهمني ها هنا بأن هناك تجريما قد جرى بحق هؤلاء الأشخاص. العقاب ما من شك بأنه لن يكون آنيا وفوريا، لكن له رمزية. من ناحية هو رسالة للأطراف التي تطبع مع نظام الأسد بأن هؤلاء مجرمي حرب، وقد تم تجريمهم بناء واستنادا إلى قانون صادر. هذا القانون ليس سياسة دولة يعتمدها رئيس أو حكومة ما وتتغير مع تغير هذا الرئيس أو الحكومة، هذا قانون قد صدر بهذا الخصوص من ناحية. ومن ناحية ثانية العقوبات، كل اسم مدرج على هذه العقوبات هذا يعني بأنه متورط بجرائم ضد الإنسانية ومتورط بالإتجار بالمخدرات. هو يهدد من ناحية الصحة والبدنية والعقلية للأطفال وشعوب الدول الأخرى، وأيضا هو متورط بعملية إثراء غير مشروع، وأيضا هو متورط باستخدام هذه العائدات لتغذية آلة حربه على الشعب السوري. قرب هؤلاء الأشخاص من بشار الأسد تحديدا والإشارة إلى تورط ماهر الأسد بالإشراف وإدارة عملية تهريب المخدرات خارج سوريا هو أكبر رد على الأطراف التي تقوم بالتطبيع مع نظام الأسد. مع من يطبعون؟ مع مجرم حرب متورط بشكل ممنهج بكل هذه الانتهاكات الجسيمة الموصوفة بأنها جرائم ضد الإنسانية، الموصوفة بأنها جرائم إبادة جماعية. لا ننسى بأن الأمم المتحدة لديها يعني في وكالاتها هناك مكتب خاص بمكافحة المخدرات، مثل ما هناك أيضا مكتب خاص بمكافحة الإرهاب، وبالتالي هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم من ناحية، ومن ناحية ثانية تعرض كل المتعاملين مع أطراف موصوفون بأن أنهم مجرمو حرب للمساءلة إذا ما تحركت بحقهم يعني ملاحقات بموجب قوانينهم الوطنية أو القوانين الدولية. تعقيبا على هذه النقطة سيد ياسر، يعني الكثيرين اليوم يقولون أنهم يشتكون، كل الدول العربية بدون استثناء تشتكي من إغراق أسواقها بالمخدرات السورية وتسارع إلى التطبيع مع النظام، أولها الأردن. يعني دائما هناك ذريعة أنه يريد إعادة العلاقات ويريد أن يعني يكون هناك سلام كما يسمونه في سوريا لحماية حدوده، إلا أن الموضوع اليوم واضح أنه العكس. يعني من يساهم في إنزال هذه المخدرات هي يعني حكومة النظام، وهذه التصريحات الأمريكية والبريطانية والتأكيدات تؤكد هذا الموضوع.
يعني إذن اليوم ما هو الرابط بين هذا التسارع والإصرار من قبل الدول العربية على عودة علاقاتها مع الأسد رغم أنها تعرف أنه مجرم حرب؟ وهذا ما تحدثوا به السعودية والإمارات وكل الدول، قالت هذا مجرم حرب واليوم وكأن شيئا لم يكن. نحن نحترم مصالح الدول الجارة والشقيقة مثل الأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية، لكن نخالفهم في الآليات التي توصلهم لتحقيق مصالحهم. وكما ذكرت لا يمكن أن يحصدوا من نظام الأسد إلا مزيد من الكبتاغون والمخدرات والجريمة وعدم الاستقرار في بلدانهم. لقد جربوا طويلا نظام الأسد، هم يعودون إلى المربع الأول في 2011، وقبل 2011 كان دوما بشار الأسد ونظام الأسد بشكل عام أو أباه قبل منه يرسل دوما إلى هذه الدول الجارة والصديقة ليزعزع الاستقرار فيها. والآن بعد 2011 حاولوا في البداية، أرسلوا كثير من الوساطات من أجل أن يغيروا سلوك النظام، لم يفلحوا بذلك وبالتالي قطعوا العلاقات. الآن يعودون إلى تجريب المجرب، يعودوا إلى المربع الأول، إلى 10 سنوات أو 12 سنة مضت لم يفلحوا في خلال ذلك رغم كل المساعي التي بذلوها بتحقيق أي شيء. وحقيقة هناك يعني منطق المجرم لا يمكن التفاوض معه على أن يكف عن هذه الجرائم الممنهجة التي يرتكبها، وخصوصا إذا كان مجرم بالاعتياد بعلم الإجرام والعقاب. هناك أشخاص بطبيعتهم يعني أصبحوا مجرمين، لا يمكن تغيير سلوكهم. بشار الأسد على حجم هذه الجرائم التي ارتكبها والنظام بشكل عام لا يمكن تغيير سلوكه، وبالتالي لا يمكن التفاوض معه على أن يكف عن هذه الجرائم. وكل المحاولات التي يعني جرت عبر التاريخ وصلت إلى نتيجة واحدة، بأن المجرمون مكانهم السجون وليس مكانهم طاولة المفاوضات لإقناعهم بأن لا يكرروا هذه الجرائم. عبثا تحاول هذه الدول، مع احترامنا لمصالحها وحرصنا أيضا نحن على مصالحهم، لن يستطيعوا أن يتخلصوا من الميليشيات الإيرانية على الحدود الأردنية، ولن يستطيعوا أن يتخلصوا من الميليشيات الإرهابية التابعة لحزب العمال الكردستاني على الحدود التركية، ولن يستطيعوا أن يتخلصوا من التوسع الإيراني الذي يهدد الخليج العربي برمته إذا لم يقتلعوا أو يغيروا نظام الأسد. وهذا لا يجري إلا بدعم الشعب السوري والثورة السورية للتباحث والتفاوض عبثا مع نظام. هذه النقطة يعني أشار إليها كثير من الباحثين الاقتصاديين، أريد أن أنتقل بها للسيد عصام، وهي أن اليوم هذه العقوبات قد تمنع أشخاص آخرين من الدخول بتجارة وتصنيع المخدرات، ولكنها لن تمنع أو توقف تجارة المخدرات وتصنيعها من قبل المكلفين به الآن في سوريا. وبالتالي ما هو الأثر المرجو وما هي الطريقة الأنجع ربما لإجبار سواء حزب الله أو حتى النظام السوري من إيقاف تجارة المخدرات وتصنيعها وإيقاف هذا الصنبور، صنبور الإمداد الذي يمدهم بكل تلك الأموال؟ إذا لاحظنا تجار المخدرات حتى في الناشطين في الولايات المتحدة وكوبا وكولومبيا، عملية تصفيتهم هي عملية صعبة لأنهم يعتمدون على آليات عمل معقدة جدا جدا، وتحتاج أيضا تشريعات قانونية من أجل عملية إنفاذ القانون بشكل كامل والسماح للقوات بالمداهمة وغيرها. فما بالك بدولة مثل سوريا، هي دولة فعليا ليست دولة، هي شبه دولة مقسمة إلى 4-5 أقسام وقسم منها تحت الوصاية الروسية والوصاية الإيرانية. يعني ما نراه فقط آليات عمل ممكن أن تتم، ممكن الطيران الإسرائيلي أن يقصف بعض المخازن الكابتاغون بالتنسيق مع الولايات المتحدة كونها قاعدة قريبة لمناطق النظام ومناطق حزب الله. هذا الشيء الوحيد الذي ممكن أن يقومون به. لذا كما أرى أن بعض الأروقة الدبلوماسية من المحيط العربي أو غيرها تفكر أن النظام السوري عندما كان قبل 2011 كان يضبط الحدود إلى حد ما، لذا ماذا لو عاد النظام السوري إلى تلك المرحلة؟ هم يفكرون بهذا الأمر. أيضا لديهم حساباتهم الخاصة في موضوع التسوية حول الملف النووي الإيراني والحسابات كيف ممكن أن تتعاطى الولايات المتحدة مع إيران، لذا تنشأ بعض التنسيقات الدولية الإقليمية في المنطقة ومنها الملف السوري. لكن
كما أشار الزميل، عملية تأهيل النظام السوري عملية شديدة الصعوبة، لأن المخابرات الإيرانية متوغلة حتى العظم في جميع مفاصل الدولة السورية، بما فيها كان في السابق نستطيع أن نقول أن المخابرات الجوية هي تابعة حصرا للروس، لكن الآن لدي معلومات ودقيقة جدا أنهم استطاعوا أن يخرقوا تلك المخابرات بعدد جنرالات. أما بالنسبة للأمن العسكري فهذا الأمر محسوم. بالنسبة لأمن الدولة، منذ أيام علي مملوك وإلى الآن رغم التعديل وضعوا اللواء بوقة، لكن جميع عناصر تلك المؤسسة هم مخترقين من طرف إيراني. لذا عملية تأهيل النظام السوري وإعادة بنائه من جديد هو عملية شبه مستحيلة. لا أدري كيف الدول العربية تفكر بمنحة أنها ممكن أن تتعاون مع هذا النظام المجرم. بالنسبة للأتراك لديهم حساباتهم الخاصة، خاصة قبل الانتخابات، يسعى أردوغان إلى بشكل من الأشكال إلى توضيد العلاقات مع الطرف السوري فقط لإرضاء الطرف الروسي، لأنه يدرك تماما أن الأمريكيين لا يحبزون فوزه في الانتخابات القادمة. طيب السيد عصام، يعني الكثير من الباحثين السوريين منهم مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية دائما ما يكون هناك تحديث للأسماء التي تساهم سواء بتجارة المخدرات أو حتى بالجرائم، ومن يعني ينزل عليه عقوبات جديدة سواء غربية أو أمريكية أو بريطانية كما حدث. دائما هناك ذكر لي شخصيات تكون ما وراء الكواليس، يعني دائما هناك إضاءة على أسماء كبيرة كالأسماء التي ذكرت بهذه العقوبات الأخيرة، منها من آل الأسد ومنهم من المقربين كذلك، ومنها أيضا منهم من أسماء معارضة كانت ويعني تغيرت بوصلتها، لكن هناك حديث دائما عن أشخاص هم داخل أو ضمن هذه الدائرة، دائرة تصنيع المخدرات في سوريا، كبعض الكيميائيين، الصيدليات، حتى يعني من هم أصحاب المزارع التي يحصل فيها مثل هذه الاجتماعات والتخطيط وبناء كل تلك التفاصيل. ألا يوجد أي طريقة أيضا لملاحقة كل هذه الحلقة وليس فقط ضرب الرؤوس الكبرى؟ بالتأكيد طرحت الولايات المتحدة ضمن مشروع لمكافحة الكابتاغون خطا ساخن من أجل التخبير عن جميع الشخصيات المنتهكة. طبعا لا يستطيع أي شخص أن يخبر أنه يوجد مكان فلاني أو فلاني أو كذا، أو شخص يقوم بهذا الإتجار، أو شخص يزرع. على الوكالات أن تتأكد بشكل كامل. يعني إذا أعلمتكم مثلا في جانيوري بداية هذا العام، الشهر الأول هذا العام، أدرجنا تقريرنا وطال مجموعة من الأسماء التي طالت العقوبات الآن. طبعا أنا سعيد أني كنت أكتب هذا التقرير، لكن بالتأكيد لست أنا المصدر الوحيد، هم اعتمدوا على عدد من الوكالات الأخرى ومراكز الدراسات الأخرى وقاطعوا المعلومات ليتأكدوا بشكل دقيق أن هذه المعلومات ليست مفبركة. لذا عملية التحقيق والتدقيق تحتاج إلى وقت من الزمن وليست بآلية سريعة. في بلداننا عملية التحقيق عملية سريعة لأنه لا توجد حقوق إنسان، لا توجد أي منطق بالتعامل. يجلبون الشخص المتهم ويضربونه حتى يسر لهم بكل ما يعرف، سواء كان صحيحا أم غير صحيحا، ويأخذ نهاية عائلته وأقاربه. هذا السيستم متبع في عموم الدول العربية أو الدول الدكتاتورية بشكل عام. في الغرب العملية صعبة، بحاجة لتبادل معلومات، بحاجة لنشاط من الصحفيين والصحفيين الإسرائيليين بشكل كامل من أجل تجميع أفضل معلومات وتقديمها بصيغة الموثقة للقانونيين الذين يحاولون ربطها بالجوانب القانونية من أجل أن تكون فاعلة ونافذة. طيب. أمام مجلس النواب. نعم أستاذ عصام، اسمح لي أن أنتقل أخيرا قبل الختام للسيد ياسر بنقطة أيضا تم الحديث عنها، أن كل من هم اليوم فعلا يعني رؤوس كبرى بهذه العملية بالتأكيد هم يعني يحتاطون ويعلمون أن العقوبات ستطالهم يوما ما، وبالتالي يكون هناك طريقة يعني تكتيكية ربما بالتعامل مع العقوبات، وهذا ما لاحظناه. يعني أصبحوا اليوم يعني من أشطر الناس بالتحايل على العقوبات الغربية، وبالتالي هناك من يقول أن هذه العقوبات ليس لها أي دور.
كما حدثتك في الجزء الأول من الحلقة، العقوبة هي استجابة لتوصيف جرمي، استجابة لركن أساسي هو تجريم هذا الشخص، وهذا يستتبع دائما يقال نتائج. أن العقوبات لتحسين سلوك، العقوبة هي أهمها، لا ليست لتحسين سلوك، لا يمكن لهؤلاء إطلاقا أن تتحسن سلوكهم، يعني إذا ما خضعوا لإصلاح في السجون يعني. هذا ما سنعرفه بعد ما يقضوا محكوميتهم، يعني هؤلاء إذا ما خضعوا لمحاكمات عادلة سيأخذوا بالتأكيد أكثر من مؤبد في الدول التي لا يوجد فيها أعدام، وبالتالي هذا يعني سيكون عملية تفضي إلى انتقال سياسي من دون وجود مجرمين ضد الإنسانية بالمرحلة الانتقالية. الحل الوحيد للتخلص من هؤلاء هو محاكمتهم، هو منع إفلاتهم من العقاب، وبالتالي إذا ما كان، وكما نعلم دائما اللي عنده قضية شخصية بده يعمل دعوة، بده يعمل ياخذ حقه من خلال القانون والقضاء، يستغرق الموضوع لديه عدة سنوات. صحيح. هذا طبيعي، فما بالك بهذا الحجم الهائل من الجرائم المرتكبة ضد الشعب، وكما تفضلتي وتحدثتي بأن هؤلاء هم يعني متنفذون، هؤلاء أشبه بالمافيات، وبالتالي هذا بالتأكيد يستدعي إجراءات أطول، وهذا وإن كان طريق العدالة طويلا هذا لا يعفي الناس المعنيين بإنفاذ القانون من المضي بهذا الطريق، لأنه بالنتيجة إذا ما حسن استخدام أدواته سيحقق إزاحتهم ومنع إفلاتهم من العقاب، سيحقق إنصاف للضحايا. إحنا شفنا بأكثر من مرة بأنه يعني بتجارب الشعوب الأخرى في التاريخ ما وصلت لهذه الحالة من احترام حقوق الإنسان إلا مرت طويلا بمراحل مشابهة. هذه المراحل على العمر البشري هي طويلة، لما نتحدث بعشر سنين وعشرين سنة، لكن لما نتحدث بعمر الأمم والشعوب فهي يعني تعتبر محدودة، لأنه ستؤسس للأجيال القادمة إلى دولة في سوريا كما يطمح لها السوريين، تحترم حقوق الإنسان، تحترم القانون، وبالتالي العدالة قادمة لا محالة، وهؤلاء لن ينفذوا حتى إذا كان الطريق طويل. مثل ما تعرفي دوما في هون صراع ما بين القانون والمجرمون، وبالتالي رجال القانون والمدافعون عن الحقيقة وعن حقوق الناس عليهم بعمل. أيضا أن يستمروا بهذا الإطار. نعم، يعني سوف ننتقل بمحورنا الثاني ربما لين يكون أقل أهمية من هذا المحور لمتابعة الحديث عن القانون في حال كان فعلا سيكون منصفا للسوريين. ابقى معنا، تفضل بالبقاء معنا سيد ياسر الفرحان باحث في القانون الدولي، وأشكر من كان معنا أيضا من نيويورك عصام الخوري كاتب وباحث في المركز التشيكي السلوفاكي للدراسات المشرقية. شكرا جزيلا لك، فاصل قصير ونتابع.